طلبه وطالبات الصف الثاني الاعدادي، اهلا بكم ومرحبا في مراجعه لماده اللغه العربيه. اول حاجه هنبدا بالتعبير. احنا عارفين ان التعبير ينقسم الى تعبير وظيفي وتعبير ابداعي. طيب احنا عارفين التعبير الوظيفي ده بينقسم الى ايه؟ ممكن يجي لي برقيه، ممكن يجي لي لافته، ممكن يجي لي اعلان، ممكن يجي لي بطاقه دعوه. فاول حاجه هنراجع على اللافته. طبعا احنا عارفين ان اللافته لابد ان يكون مضمون اللافته واضحا بايجاز، ولازم يكون عندك حسن تنظيم وجمال خط داخل اللافته ووضعها داخل اطار. يبقى اول حاجه انت هترسم الاطار وبعد كده تكتب بداخله عباره مفيده. احنا هنكتب هنا ايه؟ النظافه من الايمان. يبقى اول شرط من شروط اللافته ان انت تضع جمله مفيده داخل اطار، ويكون الجمله دي خاليه من اي خطا املائي. تعالى كده لو احنا رجعنا على البرقية، اول حاجة عشان اكتب برقية صح لازم اكتب اسم المرسل الي وعنوانه على البرقية ناحية اليمين، ثم بعد ذلك تقوم بتسجيل موضوع البرقية في الوسط بإيجاز، اي تكتب جملة مفيدة خالية من اي خطأ املائي، ثم بعد ذلك تكتب اسم المرسل وعنوانه اسفل البرقية ناحية اليسار، واهم حاجة تكون خالية من اي خطأ املائي. يعني لابد ان تختار جملة بسيطة خالية من اي خطأ املائي. فبص كده بيقول لي اكتب برقية تهنئ فيها صديقك بنجاحه. اول حاجة احنا هنكتب اسم المرسل اليه وعنوانه، واخر البرقية اكتب اسم المرسل وعنوانه. ركز معايا كده يا بطل، اول حاجة فوق لازم تكتب اسم المرسل اليه، وتحت تكتب اسم المرسل، وبعد كده تختار عبارة سهلة خالية من اي خطأ املائي، ولتكن اهنئك على النجاح. طب تيجي اقول لك جملة اسهل هقول لك مبارك لك وتسكت خالص. بعد كده هتلاقي عندك تعبير إبداعي. التعبير الإبداعي أهم حاجة تكون وانت بتكتب التعبير هتختار موضوع سهل، تكتب عدد السطور المحددة إليك وتكون خالية من أي خطأ إملائي قدر المستطاع، وترتب أفكارك. طب بعد كده زي ما احنا متعودنا هيجي لنا سؤال القراءة المتحررة، فبيقول لي ثانيا القراءة، القراءة المتحررة مع بعض نقرا القطع اللي هو مديها لي كويس عشان نحاول ان احنا نجاوب على الاسئله الموجوده بالفقره. فبيقول لي جبل موسى يقع جنوب سيناء وسمي بذلك لان نبي الله موسى كلم ربه عليه تكليما، ويعد هذا الجبل اشهر جبل سيناء واضيف الى سيدنا موسى تكريما له. دي بالنسبه لنا كانت الفقره، وهنشوف اول سؤال عليها ايه. أول سؤال بيجي يقول لي ما معنى يقع وجمع كلمة جبل؟ كلمة يقع لو أنت رجعت للفقرة زي ما هي موجود، كلمة يقع بمعنى يوجد، يبقى يقع بمعنى يوجد. أما جمع كلمة جبل فهي جبال. طب نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي أجب أين يقع جبل موسى؟ حبيبي ما تستعجلش، ارجع تاني وارجع للقطعة وقراها كويس، وعادة هتلاقي إجابة السؤال الموجود عندك موجودة فين؟ في القطعة. طب هو السؤال بيقول لي إيه؟ أين يقع جبل موسى؟ ارجع كده الأول الفقرة، بيقول لي جبل موسى يقع جنوب سيناء، يبقى الإجابة يقع جبل موسى جنوب سيناء. طب السؤال اللي وراه بيقول لي لماذا سمي بذلك الاسم؟ برضه هنلاقي إجابة السؤال ده في الفقرة اللي عندك، فما تستعجلش وشوف زي ما هو موجود. هو ليه سمي بهذا الاسم؟ أي سمي بجبل موسى ليه؟ طبعا لأن نبي الله موسى كلم ربه عليه تكليما. تعالوا كده نراجع قصة كفاح شعب مصر مع بعض. طبعا انت عارف مين مؤلف القصة، طبعا سمع حد شاطر بيقول لي عز الدين فراج. يبقى مين مؤلف قصة كفاح شعب مصر؟ عز الدين فراج. تعالوا كده معايا واحدة واحدة. بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة الخاطئة. بص كده أول سؤال بيقول لي استطاع أحمس هزيمة الهكسوس وطردهم من مصر؟ طبعا سمع حد شاطر بيقول لي طبعا أحمس هو اللي خرج الهكسوس من إيه؟ من مصر. طبعا
طيب تعالى كده نعرف هو خرجهم ازاي من مصر. طبعا اندفع أحمس بجيشه نحو الرعاة في قوة شديدة أي الهكسوس، فلم يجدوا أمامهم غير الفرار إلى الشمال، وراح يطاردهم حتى اقترب من عاصمة مملكتهم أواريس. يبقى أول سؤال كده لما يجي يقولك استطاع أحمس هزيمة الهكسوس وطردهم من مصر؟ طبعا صح. تعالوا كده بيقول لي لجأ قمبيز إلى سلاح الخديعة والمقر مع المصريين. طبعا سمع حد الشاطر بيقول لي صح، لجأ قمبيز إلى سلاح الخديعة والمقر مع المصريين. طب أنا عايز أعرف إزاي قمبيز لجأ إلى سلاح الخديعة والمقر. بص كده معايا بيقول لي إيه، بيقول لي أراد قمبيز أن يلجأ إلى السياسة والخديعة. إزاي؟ عد جيشا قويا واتجه به إلى مصر، وكان يحلم بدخول مصر، وكانت له الجولة الأولى، ولجأ إلى سياسة الخديعة والمكر. طيب تعالى كده بيقول لي عامل صلاح الدين أسرى الأعداء بالقسوة والشدة. طبعا هنجد أن صلاح الدين عامل الأسرى بالرحمة واللين. الإجابة خطأ. طب هيظهر كده ازاي؟ تعال بص كده بيقول لي ايه، صلاح الدين الايوبي انتصر على الصليبيين في موقعة حطين، وكان يدفع الغرامة الحربية عن فقرائهم ويعفي منها النساء والاطفال. وبنجد كده ان صلاح الدين كان يعامل الاسرى بالرحمة واللين. بعد كده بقية صح وغلط. لم يقابل نابليون كليبر ولم يستشهده فيما فعل، فكان فرح كليبر عظيما. طبعا زي احنا ما فاكرين احداث القصة، قال لي هو فعلا نابليون ما قابلش كليبر، وكان خروجه من مصر سرا، ولكن كليبر لم يكن فرحا بهذه التكلفة. فالإجابة هنا غلط. طب السؤال اللي وراه، كان خورشيد حاكما عادلا. طبعا احنا كلنا فاكرين احداث القصه، خورشيد بالنسبه لنا هو كان حاكما ايه، ظالما. يبقى الاجابه دي عندك غلط. سلم امين اغا الاسكندريه لانه لا يجري في عروقه الدم المصريه. طبعا صح يا شباب، لان امين اغا كان تركي الاصل، ولهذا قام بتسليم الاسكندريه. يبقى لما يقول لي سلم امين اغا الاسكندريه انه لا يجري في عروقه الدماء المصريه، طبعا اجابه صحيحه. تعالى كده لما اجي اسالك واقول لك ما مضمون رساله ملك الهكسوس الى سقنانرع. احنا عارفين ان سقنانرع ده اقوى امراء مصر واشدهم اخلاصا الى مصر، وكان اقواهم، وكان يريد خروج الدخلاء اللي هم الهكسوس من مصر. طب انا عايز اعرف ملك الهكسوس ارسل له رساله، ايه مضمونها؟ إنها رسالة تهديد ووعيد، حيث يقول فيها إن أفراس النهر في طيبة تزعج في أواريس، وإذا لم تكف أفراس النهر عن هذه الأصوات فسيرسل من يبيدها. طبعا إحنا عارفين كده إن ملك الهكسوس كان يسخر من العادات والتقاليد المصرية، وكان الغرض الحقيقي من الرسالة أن ملك الهكسوس علم أن سقنانرع كان يزيد من عدد الجيش. طب لما يجي يقول لي السؤال اللي وراه، ما الحيلة الأولى التي قام بها قمبيز لخداع المصريين؟ وما موقف المصريين منها؟ كان في حيلة، الحيلة دي لجأ إليها قمبيز حتى يتم خداع المصريين من خلالها، وهنشوف رد فعل المصريين إيه. افتكر معايا كده، قلنا الحيلة أنه أمر بتجهيز سفينة تتجه إلى منفي. يبقى أول حاجة قام بتجهيز سفينة، هذه السفينة متجهة إلى منفي. طب وبعد كده رفع عليها لافتة يطلب منهم التسليم من غير قيد ولا شرط ولا حرب. يبقى أول حاجة الحيلة التي لجأ إليها في بداية الأمر أنه قام بتجهيز سفينة، السفينة هذه اتجهت إلى منفى، بعد ذلك رفع عليها لافتة وقام أو أنه طلب منهم أن يقوموا بالتسليم، وذلك بدون أي قيد أو شرط ولا حرب. طب يا ترى إيه موقف المصريين منها؟ زي ما احنا عرفنا أنهم لم يقيموا لها وزن، أي أنهم لم يهتموا إيه بها. يبقى لم يقيموا لها وزنا بمعنى أنهم لم يهتموا بها، وكان ينظرون إليها بنظرات الحقد والسخرية. ما الدور التاريخي الذي قامت به شجر الدر في معركة المنصورة؟ طبعا احنا عارفين ان شجر الدر في معركة المنصورة حدث لها امر عظيم، وهي وفاة زوجها الملك الصالح نجم الدين ايوب. يا ترى شجر الدر عملت ايه؟
كتمت نبأ وفاة زوجها الملك الصالح نجم الدين أيوب. لماذا كتمت نبأ وفاة زوجها؟ حتى لا تضعف من عزيمة الجنود. نهضت بتصريف شؤون الملك وتدبير أمر الحرب، وأعلنت أن الملك مريض لا يستطيع أن يستقبل أحد، وإصدار الأوامر باسم زوجها إلى الجيش. طيب نقول تاني الدور التاريخي الذي قامت به شجر الدر. أول حاجة سمع حد بيقول لي كتمت نبأ وفاة زوجها الملك الصالح نجم الدين أيوب، ولماذا؟ حتى لا تضعف من عزيمة الجنود. تاني حاجة نهضت بتصريف شؤون الملك وتدبير أمر الحرب وإصدار الأوامر باسم زوجها إلى قيادة الجيش، وأعلنت أن الملك مريض لا يستطيع أن يستقبل أحد. طب السؤال اللي وراه، لماذا غادر نابليون خفية؟ إيه اللي خلى نابليون يغادر مصر خفية؟ قالي طبعا لأنه علم في ذلك الوقت بتدهور مركز فرنسا الحربي في أوروبا، وكان ذلك في أغسطس 1799. يبقى نابليون غادر مصر خفية، وزي ما احنا قلنا ان هو عين عليها كليبر، وذلك لأنه علم بتدهور مركز فرنسا الحربي، وكان ذلك في أغسطس 1799. ما المطالب التي تقدم بها الشعب المصري للوالي خورشيد؟ احنا طبعا عارفين ان خورشيد حاكم ظالم لا يحب شعبه ولا يعرف الرحمة بالناس، وكل همه جمع الضرائب لينفقها على ملذاته وشهواته. طيب الشعب لجأ إليه وطلب منه بعض المطالب. إيه هي؟ خروج الجنود الأجانب من مصر، عودة المواصلات بين الوجهين القبلي والبحري، عدم فرض ضرائب جديدة إلا بموافقة العلماء وزعماء الشعب. يبقى احنا عارفين إن خورشيد حاكم ظالم لا يحب شعبه ولا يعرف الرحمة بالناس، واستعان في حكمه بجنود أجانب. طيب الشعب لجأ إليه بمجموعة من المطالب، عايز حد شاطر يقولهم لي. طبعا سمع حد بيقول لي خروج الجنود الأجانب من مصر، الله يفتح عليك، عودة المواصلات بين الوجهين القبلي والبحري، عدم فرض ضرائب جديدة إلا بموافقة العلماء والمشايخ وزعماء الشعب. طب السؤال اللي وراه بيقول لي خير محافظ رشيد أهل رشيد بين أمرين، فما هو؟ طبعا زي ما احنا فاكرين احداث القصه ان محافظ رشيد قام بتخيير اهل رشيد بين امرين لا ثالث لهما. يا ترى كان ايه هما الامرين؟ اولا اما الصمود امام عدوهم، اما ان يصمتوا ويستشهدوا في سبيل الوطن دفاعا عن الابناء والديار والاموال. يبقى ده كان اول امر لاهل رشيد عليهم ان يختاروا بينه وبين الامر الاخر الذي سوف نقوم بقوله الان. يبقى الأمر الأول الذي خيرهم بينه هو إما أن يصمدوا أمام عدوهم ويستشهدوا في سبيل الوطن وهم يدافعون عن الأبناء والديار والأموال، وإما الاستسلام وكتابة الذل والهوان والعار لأنفسهم. وبالتالي قال لهم وهذا ما لا يرضاه محافظ رشيد إيه له. يبقى الأمرين الذي قام محافظ رشيد بتخيير أهل رشيد أن يختاروا بينهم إما الصمود أو الاستسلام. الصمود أمام عدوهم ويستشهدوا في سبيل الدفاع عن الوطن وعن الأبناء والديار والأموال، وإما الاستسلام وكتابة الذل والهوان وهذا لا يرضاه محافظ رشيد له. تعالوا كده من درس كبرياء طفل. طبعا احنا عارفين معنى الكبرياء هنا الاعتزاز بالنفس. أقامت المدرسة حفلا فخما لتوزيع الشهادات على الناجحين، دعت إليه الخديوي توفيق وكبار رجال حاشيته والوزراء ورهطا من علية القوم. تعالى كده لما اجي اسالك واقول لك اكمل ما ياتي. معنى فخما ضخما والمراد رائعا، معنى فخما ضخما والمراد رائعا، رهطا ارهاط. اجب من حضر الحفل؟ طبعا احنا عارفين اللي حضر الحفل الخديوي توفيق وكبار رجال حاشيته والوزراء ورهطا من علية القوم. كيف اختلف مصطفى كامل في تنفيذ التعليمات عن بقية التلاميذ؟ اسمع معي كده الإجابة. عندما سأله الخديوي عن اسمه واسم والده أجاب باعتزاز وأنفى ذاكرا اسمه واسم والده دون ذكر كلمة عبدك. يبقى هو أجاب عن ذكر اسمه، عندما سألوا عن اسمه واسم والده أجاب بدون كلمة عبدك غير مسبوقة باسمه أو اسم إيه والده، فأجاب باسمه على طول فلم يذكر كلمة إيه عبدك. من درس لو أنني ضابط شرطة،
أجاب مصطفى المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإذا ثبتت إدانته فهو يستحق معاملة طيبة لأنه إنسان، وعلى المجتمع أن يأخذ حقه دون تجاوز أو قسوة. طب معايا كده أول سؤال بيقولي أكمل ما يأتي، معنى تجاوز بمعنى مبالغة وشدة، أما مضاد كلمة إدانته براءته. طب معايا كده في أول سؤال لما بيقول لي أجب. كيف ينبغي أن يعامل ضابط الشرطة المتهم؟ طبعا يعامله معاملة طيبة لأنه إنسان، يبقى يعامله على أنه بريء حتى تثبت إدانته. يستحق معاملة طيبة إذا ثبتت إدانته لأنه إنسان طبعا، وعلى المجتمع أن يأخذ حقه دون تجاوز أو قسوة. طب السؤال اللي وراه لما بيقول لي برضو أجب، ما الصورة المثلى التي رسمها الدرس لضابط الشرطة؟ تعالوا مع بعض نشوف إيه هي الصورة المثلى التي يجب أن تكون عليها ضابط الشرطة. واحد، يجعل الناس كلها سواء أمام القانون بلا تفرقة أو تمييز، يبقى جميع الناس سواء أمام القانون بدون أي تفرقة أو تمييز. كمان يرد الحقوق لأصحابها. ثلاثة، يضبط من يقترفون الجرائم، وكلمة يقترفون بمعنى يرتكبون. رابع حاجة، يحاول منع حدوث الجريمة قدر استطاعته. طب ايه كمان؟ قلنا يعامل المتهمين معاملة حسنة، وكمان لابد ان يعامل الجمهور بكل احترام وتقدير، كمان عليه أن يراعي شؤون الناس ويهتم بها. يبقى دي هي الصورة المثلى التي يجب أن يكون عليها ضابط الشرطة. طب معايا من درس منتصر ومجاهد بيقولي، كان كل هم منتصر ومجاهد عندما حلق بطائرتهما أن يلحق بالعدو أي خسارة قبل أن يتمكن من بسط نفوذه على سيناء. بيقولي أكمل ما يأتي، معنى بسط، مد ونشر، مضاد حلق، هبط، أجب. بيقول هنا أول سؤال، ما الخسارة التي ألحقها العدو بممرات الطائرات المصرية؟ ترى إيه هي الخسارة؟ دمر معظم ممرات الطائرات وتسيد الجو حلة النكسة. طب لما يجي أسألك أقول لك، ما المشهد الذي رآه منتصر ولم يفارقه طوال حياته؟ رأى مجموعة من الذئاب يقودها ذئب له غرة بيضاء تحيط بمجاهد غير قادر على المقاومة، ثم فتكت هذه الذئاب بمجاهد. طب بعد كده من درس من موضوع طيار مقاتل مرة أخرى، قضى منتصر حوالي 5 أشهر في مستشفى القوات الجوية استعاد فيها اتزانه النفسي. بيقولي أكمل ما يأتي، مرادف استعادة، استرد، أما مضاد اتزانه اضطرابه. بعد كده بيقولي سؤال أجب، أجب أول سؤال، كيف استعاد منتصر اتزانه وما نتيجة استعادته لاتزانه؟ استعاده بعد قضائه 5 أشهر بمستشفى القوات الجوية، ونتيجة ذلك أصبح مستعدا للثأر من العدو الغاصب والذئب القاتل. ما الاختلاف الذي وجده منتصر عندما عاد لوحدته؟ رأى الجميع أكثر التزاما وأكثر جدية في التدريبات، تم إدخال تحسينات كثيرة على الطائرات تزيد من قدراتها الهجومية والمناورة وسرعة الالتفاف، ولفت انتباهه نبرة الثقة والإيمان التي يتحدث بها الجميع عن حقهم الذي لابد أن يستردوه وعن نصرة الله لهم. بعد كده بيقول لي من موضوع نصر أكتوبر العظيم، من موضوع نصر أكتوبر العظيم، انطلقت نسور الجو تعبر القناة وتصاحبها طلقات من المدفعية تدق حصون العدو وقلاعه، وشرع الجنود البواسل ينشئون جسور العبور. يلا أول حاجة بيقولي أول سؤال أكمل ما يأتي،
معنى البواسل، الشجعي، مضاد شرعه، انتهى. أما مفرد البواسل الباسل. طب بعد كده بيجي لي سؤال أجب، بيقول لي أجب أول سؤال، ما دور منتصر، أجب ما دور منتصر في معركة العبور؟ أول حاجة بيقولي كان من أوائل الطيارين الذين حلقوا بطائراتهم لتج حصون العدو والقضاء على مناطق تجمعاته ومراكز قيادته. ما المدة التي استغرقها الجنود ليرفعوا العلم فوق أرض سيناء؟ ألي في غضون 6 ساعات. ثالثا النصوص. قال الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أكمل. مرادف مرحا، افتخارا وتكبرا، مضاد مختالا، متواضعا، بما أمر لقمان ابنه، وعما نهاه في الآيتين السابقتين. يلا مع بعض نشوف هو أمره بإيه ونهاه بإيه. أول حاجة بيقول لي أمره 1 بإقامة الصلاة كاملة في أوقاتها بخشوع، 2 النهي عن المنكر، 3 الأمر بالمعروف، 4 الصبر على الشدائد. يبقى ده الأمر بتاع لقمان لابنه، أن يقيم الصلاة كاملة في أوقاتها، ينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف، ويصبر على الشدائد. أما ما نهاه عنه فهو التكبر على الناس، المشي في تكبر، يبقى نهاه عن التكبر على الناس والمشي في تكبر. ما الجمال فيه؟ إن ذلك من عزم الأمور. طبعا إحنا عارفين الجمال هو إيه، طبعا أسلوب مؤكد بإن. لا تصعر خدك للناس، طبعا أسلوب نهي غرضه النصح والتحذير من التكبر. من نص من أجل مصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها الخيرات، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. أكمل. مرادف رحمة، بمعنى قرابة، مضاد خيرا، شرا، أجب في الحديث بشارة ووصية، وضح ذلك. تعالوا مع بعض نشوف ايه هي البشارة وايه هي الوصية. اولا البشارة هي فتح مصر، اما الوصية فيها حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القراط. يبقى دي كانت البشارة وهي فتح مصر. اما الوصية فقد طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعاملوا اهلها معاملة حسنة حيث قال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا باهلها خيرا. التعليل، طب هو علل ده بإيه؟ أن أهل مصر أصحاب حرمة وحق ورحم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإن لهم ذمة ورحمة. ما الجمال فيه؟ فاستوصوا بأهلها خيرا، أسلوب أمر فيه دلالة على حب الرسول لأهل مصر. فإن لهم ذمة ورحمة أسلوب مؤكد أداة إن. من نص ذكريات أكتوبر. طبعا إحنا عارفين إن اللي كتب النص ده هو الكاتب نجيب محفوظ. بيقول لي: إن يوم 6 من أكتوبر ثمر تصميم شعب وإصراره على الحياة الكريمة وتضحية جنود بواسل قدموا أرواحهم بغير حساب فداء للوطن، وتدبير رجال حملوا الأمانة بلياقة وقدارة واستحقاق. هات مرادف ثمرة، ثمرة بمعنى نتيجة أو فائدة، مضاد تصميم، تراجع، جمع حياة، حيوات.
ما اليوم الذي يتحدث عنه نجيب محفوظ؟ زي ما احنا ما فهمنا كده ان اليوم الذي يتحدث عنه نجيب محفوظ هو يوم السادس من اكتوبر في عام 1973. كيف يأتي يوم السادس من أكتوبر كل عام وبما يمدنا؟ طبعا يأتي يوم السادس من أكتوبر كل عام بالبشر والاستبشار والسعادة والفرح والسرور، يجيء حاملا أطيب الذكريات في طريق البناء والتعمير والحرية، وطبعا يمدنا به الطاقة والهمة والأمل في بناء مستقبل وتعمير وحرية. طب لما يجي يقول لي ما الجمال في البشر والاستبشار، زي ما احنا عارفين ده عبارة عن تصوير حيث صور البشر والاستبشار بتاج يوضع فوق الرأس. من نص عهد الطفولة للشاعر عبد القادر القصيب. بس بيقول ايه؟ لكن رأيت العلم نورا ساطعا متألقا في عالم مفضلي، شدت لشعلات الرحال برغبة للاقتباس، لذا شددت رحالي. طب أول حاجة بيقول لي سؤال أكمل، مفرد الرحال الرحل، مرادف ساطعا منيرا ومبهرا، مضاد متألقا مظلما ومعتما. طب معايا سؤال أجب بيقول لي كيف رأى الشاعر العلم؟ أول حاجة هنقول رأى العلم كالنور الساطع الذي يمحو ظلام الجهل ويزدهر في مجتمع يقدر العلم والعلماء والفضيلة. ما الحقيقة التي أدركها الشاعر وماذا فعل ليؤكد هذه الحقيقة؟ طبعا أدرك قيمة العلم وأهمية العلم والعلماء في مجتمع يقدر الحق والفضيلة، لهذا حرص على الانتقال لطلبه وتحصيله من مكان إلى مكان. بعد كده بيأتي سؤال ما الجمال، معايا ما الجمال فيه؟ رأيت العلم نورا ساطعا، يلا بينا نشوف هي فيها إيه. طبعا هنا فيها تشبيه للعلم بالشعلة مما يوضح أهمية هذا العلم. من نص في حب مصر، أتنكر ما بي من هواها لها العذر، زهاها الصبا والحسن والحسب الوفر، رويدك إن في العلا يوم ننتمي، كلانا أبوه النيل أو أمه مصر، لنا ذروة المجد الذي تحت ظله، تناسلت الأحقاب واعتمل الدهر. اختر مرادف الصبا، طبعا هو مديني مجموعة اختيارات، القبح ولا الصغر ولا الجمال؟ طبعا الصغر. مضاد تنكر، طبعا تعترف وتقر. طب بعد كده بيجي لي سؤال أجب بيقول لي في الأبيات عتاب وفخر وانتماء وضح ذلك. أول حاجة لو احنا بصينا على العتاب، عتاب من مصر للشاعر على طول غيابه عنها، طبعا بيفتخر بأن المصريين لهم تاريخ عظيم في العلا. أما الانتماء في أن كل مصري مسلما كان أو مسيحيا في كلاهما أبوه النيل وأمه مصر. ما الجمال في رويدك إن في العلا، طبعا سمع بطل من الأبطال بيقول لي أسلوب أمر غرض التمني، زهاها الصبا والحسن والحسب الوفر، تصوير مصر بالفتاة التي تتزين، وصور الصبا والحسن والحسب الوفر بأدوات تجمل وجه مصر. من نص سيناء أرض الفيروز، سيناء عروس بدوية، سيناء خيول عربية، سيناء حمامات بيض وسنابل قمح ذهبية، وجداول من عطر رقراق فوق ضفاف وردية. يلا بينا نشوف أول سؤال بيقول لي أكمل، مرادف رقراق لامع ومتلألئ ومتحرك، بعد كده بيقول لي مضاد بدوية حضرية، مفرد جداول جدول. مع بعض يلا سؤال أجب بيقول لي أول سؤال بما وصف الشاعر سيناء في الأبيات السابقة بأنها جميلة كالعروس البدوية وأصيلة كالخيول العربية، وهي أيضا هادئة حيث يحلق الحمام الأبيض في سمائها الصافية،
وينتشر فيها الخيرات سنابل القمح الذهبي تنمو بأرضها، وأيضا ينتشر فيها جداول الماء الصافية ذات الرائحة العطرة فوق ضفافها الأشجار والأزهار. بعد كده بيقول سؤال أكمل، قائل النص هو يوسف عبد القادر. ما الجمال في سيناء خيول عربية؟ طبعا هنا صور سيناء بالخيول العربية وهذا يدل على أصالتها. طب لما قال لي كلمة جداول هي جمع، واحنا زي ما احنا عارفين ان الجمع يفيد الكسرة. كن صادقا مع نفسك، فالصدق صفة عظيمة بها تعيش راضيا محبوبا من الآخرين، ولا تنطق بالكذب من القول لكن الصدق، فإن الله يحاسب الإنسان على كل قول يلفظ به، ومتى تتصف بالصدق تسعد في حياتك. طب تعالى كده معايا واحدة واحدة. بصوا رجالة بيقول لي صادقا، طب أنا عايز أعرف كلمة صادقا، قبليها كان وأخواتها، طيب كان وأخواتها كان أضحى أصبح أمسى ظل بات صار، وإحنا عارفين إن الاسم المنصوب بعد كان أو إحدى أخواتها خبرها، يبقى صادقا كده وإنت مغمض خبر كن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب تعالى كده بص بقى بيقول لي فإن الله يحاسب الإنسان، مش أنا ده فعل بسأله من وماذا، إجابة من فاعل وإجابة ماذا مفعول به، من اللي بيحاسب؟ الله. الله يرضى عليك. ماذا يحاسب الله؟ الإنسان. يبقى الإنسان كده وانت مغمض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. على كل قول، طب احنا عارفين ان قول ان كل بيجي وراها مضاف اليه، طيب انا عندي كلمات بيجي وراها مضاف اليه، كل وبعض وجميع وكلا وكلتا وسوى وغير وغيرها كثير من الكلمات وبعض الظرف، طب بعد كل ايه بيجي مضاف اليه، يبقى قول هنا مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره. طيب بصوا اول حاجه بيقول لي اعرب ما تحته خط، يلا رجع مع بعض، صادقا طبعا خبر كن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الله ينور عليك. بص كده القول، طبعا احنا عارفين ان هي مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة، عشان عارفين ان بعد كل بيجي مضاف اليه، ونراجع تاني الكلمات اللي بيجي بعدها مضاف اليه، كل وبعض وجميع وغير وسوى وبعد الظرف، كل ده بيجي وراه مضاف اليه. احنا عارفين الانسان هنا طبعا احنا عربناه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، احنا مسكنا الفعل يحاسب وسالناه من وماذا، اجابه من عطتني فاعل واجابه ماذا عطتني مفعول به، فلما سالت طلع لي الانسان مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طب بعد كده بيقول لي استخرج من الفقرة فعلا مبنيا وآخر معربا. لو انت كده افتكرت معايا ايه هي الافعال المبنية، احنا اتفقنا ان الفعل الماضي والامر دائما مبنيين، وايضا الفعل المضارع من الممكن ان يأتي مبنيا اذا الحق في اخره نون نسوة او نون التوكيد، يبقى عشان ادور على فعل مبني ادور على فعل ماضي وفعل الامر على طول، او يكون فعل مضارع في اخره نون نسوة أو نون توكيد. أما الفعل المعرب اتفقنا أن الفعل المضارع هو معرب إذا لم يتصل به نون نسوة أو نون توكيد. طب معايا بعض كده مع بعض نشوف الفعل المبني إيه والفعل المعرب إيه. طبعا كن ده فعل أمر والأمر مبني دائما، يبقى ده الفعل المبني اللي عندك كن. أما المعرب فهي تعيش لأنه فعل مضارع لم يتصل به نون نسوة أو نون توكيد. تعالى كده بيقول لي اسم مبني وبين نوعهم. طبعا احنا عارفين انا عندي ست اسماء مبنية، اسماء الاشارة ما عدا هذان وهاتان. تعالى نفتكر كده اسماء الاشارة، هذا هذه هؤلاء ذلك تلك اولئك، واحنا عارفين ان هذان وهاتان معربين، وعندي الاسماء الموصولة اللي هي الذي والتي والذين وما ومن الموصولتان واللائي واللاتي، واحنا عارفين ان اللذان واللتان معربين. عندي الضمائر سواء متصلة او منفصلة مبنية، تعالى كده نفتكر الضمائر المنفصلة، أنا ونحن وأنت أنت أنتما أنتم وأنتن، هو هي هما هم
هن، عارفين ان كل دي اسماء ايه؟ مبنيه. واي اسم او فعل شبك فيه ضمير يبقى ده ضمير ايه؟ متصل. كل الضمائر مبنيه. عندي بعض الظروف مبنيه، امسي، حيث، الان، اذ، اذا، مذ، منذ. امسي مبني على الكسر، حيث مبني على الضم، الان مبني على الفتح. طيب قال لي وكمان اسماء الشرط ما عدا اي، واسماء الاستفهام ما عدا اي، واحنا عارفين اي معربه. طيب لما يقول لميس دور على اسم مبني هعمل ايه؟ اول حاجه تعال نشوف كده في القطعه واحده واحده. كن صادقا مع نفسك. بصي هتقول لي نفسك دي شابك فيها الكاف، والكاف دي ضمير. اقول له الله ينور عليك، حطها وحط دايرة على الكاف، لازم تحط دايرة على الكاف، وقوله نوع ضمير متصل. طب عندي حاجة تاني هقول لك، فالصدق صفة عظيمة بها. طب ما انت عندك بها هي، هتحط دايرة على الهي وتقوله نوع ضمير متصل. تعيش راضيا محبوبا من الآخرين، تنطق بالكذب من القول لكن الصدق. فإن الله يحاسب الإنسان على كل قول يلفظ به، ومتى تتصف بالصدق تسعد في حياتك. عندك برضو كلمة حياتك فيها ضمير، تكتب حياتك وتحط عليها ضمير. خلي بالك لازم تتأكد ان انت بتحط حاجة واحدة صح، ما تحطش واحدة صح وواحدة غلط، لان الغلط بياخد الصح معاه. فليه احنا هنكتب حاجة واحدة بس احنا متأكدين ايه منها. طب بص هنا هو كاتب لي ايه، كاتب لي هنا ايه، متى. ما احنا عارفين اهو، متى تتصف بالصدق تسعد في حياتك. احنا عارفين ان متى دي اسم ايه، شرط. احنا عارفين ان كل اسماء الشرط مبنية ما عدا اي هنا ايه، معربة. طب بعد كده بيقول لي استخرج نعت وبين نوع. طبعا احنا عارفين ان نكره ونكره يديني نعت، ومعرفه ومعرفه يديني نعت، ولكن احنا قبل كده قلنا ان مش اي نكره ونكره ومش اي معرفه ومعرفه لازم تحمل صفه في الاسم اللي قبله اللي هو يسمى موصوف. يبقى معنى كده ان مش اي نكره ونكره ومش اي معرفه ومعرفه. وايضا اخذنا قبل كده ان الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. يعني لو انت حطيت ايدك على اسم نكره وشوف الجمله اللي وراه، لذا كانت جمله فهي هتكون نعت ايه يا شباب، جمله. طب اول حاجه بيقول لي نعت وبين نوع. عندي كلمه في القطعه، في الصدق صفه عظيمه. كلمه صفه اسم نكره، وكلمه عظيمه هي اسم نكره ايضا. يبقى معنى كده ان صفه من صفات الصدق هو بوصفه من هو صفه ايه، عظيمه. يبقى صدق صفه عظيمه، ادي صفه اسم نكره وراها كلمه عظيمه اسم نكره، هنا هيبقى نعت. طب اي نوع من انواع النعت؟ ده عباره عن نعت مفرد، لان هو عباره عن كلمه واحده اسم. طب انت لو بصيت برضو في القطع عندي ايه، فان الله يحاسب الانسان على كل قول يلفظ به. شايف كلمه قول، احنا اتفقنا ان الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. كلمه قول هنا حط ايدك عليها هتلاقي هي اسم نكره جه وراها فعل، يبقى ده عباره عن نعت جمله فعليه. يبقى كمان انا ممكن اكتب النعت اللي عندي كلمه يلفظ وهو عباره عن نعت جمله فعليه. بيقول لي اسما معطوفا واذكر حرف العطف. طبعا احنا عارفين ان اسلوب العطف ده بيتكون من المعطوف عليه وحرف العطف والمعطوف، والعطف بيتبع اللي قبله رفعا ونصبا وقرارا لانهم من التوابع. واحنا خدنا ان انا عندي حروف عطف بشروط وحروف عطف بدون شروط. طبعا احنا عارفين حروف العطف بشروط ولكن بل لا، وعارفين ان هي بدون شروط واو او ثم الفاء. طيب هنا بيقول لي استخرج اسما معطوفا يعني بعد حرف الايه، العطف. طب ما انت بص عندك شاطر اهو، ولا تنطق بالكذب من القول لكن الصدق. طيب انت عندك لكن، لكن شرط من شروطها ان هي تسبق بنفي او نهي. طب ما انت عندك ايه، لا تنطق. طيب قال لك هنا لا تنطق هنا مسبوقه ايه، بنهي، عشان اللا ومعاها ت، يبقى هنا لا ناهيه. طيب يبقى انا عندي هدور بقى عن الايه، عن المعطوف. المعطوف على طول بيجي بعد حرف الايه، العطف. عندي لكن هنا حرف عطف، وهنا محقق الشرط بتاعها ان هي تسبق بنفي او نهي، هنا مسبوقه بنفي، هدور على حرف العطف واشوف اللي بعده. انا طلع عندي حرف العطف لكن، وطبعا احنا عارفين ان النون ساكنه، يبقى المعطوف هو مين، الصدق. وطب طب تعالى نعربه، المعطوف بيتبع اللي قبله رفعا ونصبا وجرا. طب انا عندي من حرف جر والقول اسم مجرور، يبقى الصدق هنا معطوف مجرور وعلامه جره الكسر. بعد كده بيقول لي اجب بما هو مطلوب، احترم الصادق لا الكاذب. بيقولي هنا ضع لكن بدلا من لا وغير ما يلزم، زي ما احنا ما لسه قايلين دلوقتي ان انا عايزه احط لكن مكان لا، وان شرط اساسي لها انها تسبق بنهي او بنفي. ما
بمعنى ان انا هاجي اقول هنا لا احترم الكاذب لكن الصادق، واحنا عارفين ان لكن بتنفي الحكم عما قبلها وتثبته على ما بعدها، عشان كده قلنا لا احترم الكاذب لكن الصادق. اكرمت الطالبين، عايز توكيد كلاهما، كليهما، كلتاهما. احنا عارفين انا عندي التوكيد لفظي ومعنوي. احنا انا عارفه انتوا عارفين التوكيد اللفظي ده بيكون بتكرار اسم او فعل او حرف. طيب التوكيد المعنوي عندي فيه الفاظ معينه، عين ونفس وكل وجميع وكلا وكلتا، ولازم كمان يكون فيها ضمير ويجوز حذفهما ايه من الجمله. طب بيقول لي اكرمت الطالبين، هقعد افكر انا هحط عين ولا نفس ولا كل ولا جميع ولا كلا وكلتا؟ ما سهله، ما الطالبين مثنى، والمثنى باكده بايه؟ بكلا او كلتا. كلا للمذكر وكلتا للايه؟ للمؤنث. طيب واحنا عارفين ان التوكيد بيتبع الاسم الذي قبله رفعا ونصبا وجرا. طب تعالى كده نعرب الطالبين، مين اللي اكرمته؟ انا. ماذا اكرمت الطالبين؟ مفعول به منصوب وعلامه نصبه ها الياء لانه مثنى، يبقى اللي بعد كده هيجي اللي بعديه منصوب زيه. طب الطالبين مذكر هياخد ايه؟ كلا. طيب هو منصوب يبقى منصوب زيه، يبقى منصوب بالياء، هقول ايه؟ كليهما. يبقى اكرمت الطالبين كليهما، يبقى كليهما دي هتبقى توكيد معنوي منصوب وعلامه نصبه الياء. طبعا ما انساش الضمير، هقول هما ضمير بارز متصل مبني في محل جر، الله ينور عليكم، مضاف اليه. طب هنا بيقول لي عاد محمود واحمد، عاد محمود واحمد جالس، بيقول لي اعرب ما تحته خط. الكلمات اللي تحتها خط عايز يعمل فيها ايه دلوقتي؟ اعربها. طب بصوا معايا في اول الجمله، بيقول لي عاد محمود واحمد. طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده ان الواو هنا تسمى حرف عطف وهي تفيد المصاحبه، بمعنى ان محمود واحمد هما الاثنين عادوا مع ايه؟ مع بعض. طب هقول عليها بعد حرف العطف كلمه احمد، هقول عليها معطوف. ماله؟ والمعطوف بيتبع ما قبله في الإعراب، ومحمود هنا طبعا زي ما احنا عارفين هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، حكمها مرفوعة، يبقى إذن كلمة أحمد هي أيضا مرفوعة، يبقى هقول عليها معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما جملة عاد محمود وأحمد جالس، بصوا كده معايا، عاد محمود دي فاعل، خلاص عاد فعل ومحمود فاعل، الواو هنا وأحمد، دي جملة جديدة خالص. عاد محمود وكان حال أحمد كان إيه يا شباب؟ أحمد كان إيه؟ كان جالس. فأحمد هي بدأنا بها جملة جديدة، فإذا كلمة أحمد هتعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ولو أنت افتكرت معايا قبل كده إن إحنا قلنا الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، يبقى إذا جملة أحمد جالس الجملة دي في محل نصب حال لأنها أتت بعد معرفة. الأمهات يحافظن على أولادهن، الفعل هن. هنا بقى بإيه اللي بيحصل له؟ تعالى كده، الأمهات يحافظن، طبعا احنا عارفين ان ده فعل مضارع، واحنا عارفين ان الفعل المضارع بيكون مبني في حالتين، اذا اتصلت به نون النسوة او نون التوكيد، اذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، واذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. يلا بينا نكمل، اجب بما هو مطلوب. عاد اللاعبون وهم مسرورين، زي ما احنا ما شفنا كده عاد اللاعبون دي عبارة عن جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل. طب عاد ده فعل، اللاعبون دي فعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهم مسرورين دي عبارة عن جملة جديدة لأن الواو دي عبارة عن واو الحال. طب بالنسبة لهم مسرورين، يا ترى ايه الغلط اللي في الجملة دي؟ انت عارف ان اعراب الضمائر زي ما احنا متعودنا ضمير بارز منفصل مبني في محل رفع مبتدأ دائما، اما الاسم الذي بعدها فيعرب خبر، بمعنى ان كلمة مسرورين هنا هتبقى خبر. طب يجوز وهي خبر يعني مرفوعة ان انا ازود لها ياء ونون؟ قال لي طبعا لا، فاقول وهم مسرورون لان كلمة مسرورون هتعرب خبر، والخبر هنا هيبقى مرفوع وعلامة رفعه الواو. طب اللي وراها بيقولي العلماء جميعهم مصابيح الهداية، اجعل التوكيد حالا. يا ترى فين التوكيد الموجود في الجملة دي؟ هنلاقي كلمة جميعهم هي توكيد ليه؟ قلنا قبل كده لأنها اتصل بها ضمير وأنه يمكن حذفها من الجملة. طب أنا عايزة كلمة جميعهم، عايزها تكون حال، أعمل إيه؟ أنت عارف إن كلمة جميعا من الكلمات التي تعرب دائما حال، بمعنى ان انا اقول العلماء جميعا مصابيح الهدايه، يبقى انا كده حولتها من اللي منين؟ حولتها من توكيد الى حال، يبقى هقول العلماء جميعا مصابيح الهدايه. طب
بعد كده بيقول لي أبصرت طائرة بين السحاب، اجعل النعت حالا. هنا بيقول لي حول النعت إلى حال. احنا عارفين ان الحال لازم يسبق باسم معرفة. طيب انا هكتب الجملة زي ما هي، بس حاجة عندي كلمة النكرة اخليها معرفة، أبصرت الطائرة بين السحاب، يبقى الإجابة الصحيحة هنا هقول أبصرت الطائرة بين السحاب. وإلى لقاء آخر.